ألو نعم. أنا المرحوم أبوك. نعم تحكي يا أبي. الشهيد وين بيكون؟ والله ما بعرف يا أبي، شني ما استشهدت ولا مرة لسه. من الجنة يا ولدي، الله يطعمك ياها. والسامعين يا أبي، يا أبي أنت ليش استشهدت لك؟ شو بدك بهالصرعة كان؟ من شان الوطن، شو نسيت؟ والله راح بالي الوطن يا أبي، حلو الجنة يا أبي. ما في مثل الجنة، بس حتى الجنة ما بتغني عن الوطن يا ولدي. طمني، شو صار فيكم؟ شو صار بالاشياء يلي استشهدنا من شانها؟ طمن يا أبي، الحمد لله دمكم ما راح هدر أبدا. الله يطمنك بالخير، بس بدي منك أجوبة محددة. تكرم جروحاتك يا أبي. سأل أول باشتان، شو أخبار الوحدة العربية؟ ما عدنا حكينا فيها. يعني صرتوا بلد وحدة؟ لك ما بدا شيء. أنا اليوم فطرت ببغداد وتغديت بالخرطوم وعم أحكي معك من أبو ظبي. قصدك ماذا الحدود؟ الحدود على الخريطة بس. والحرية؟ بتبوس إيدك. يعني ما صفي سجون؟ للمجرمين فقط يا بي. وشو عملتوا بالمعتقلات؟ معتقلات كلها حولناها إلى مدارس ومستشفيات يا بي. برافو عليكم وبرافو. ما خبرتني عن العدالة؟ العدالة حدث ولا حرج. يعني شلون بدي شبه لك العدالة عنا؟ يا أبي، بتلاقي هالأجانب والسواح بيجوا من آخر الدنيا لعنا ليتفرجوا على العدالة والنظام والقانون. وكيلك يا أبي صرنا فرجة. يعني ما عاد في ابن ست وابن جاري؟ أبدا، خيرات مكومة بالطرقات على مين يشيل البلاء. بس إذا الشغل ببلاش مو تدبك، بعرفك نفسك دنية. ها لا يا بي، كل واحد منا بيمد إيده بياخد حاجته. هلأ أنا مثلا مقتصر أكلي على الفريز بالكمسرة. لك ولدي في شغلة بدي أسألك عنها ومستحي بعد هالسنين الطويلة. لا يا بي لا تستحي، اسأل. لك فلسطين أكيد رجعتوها لأهلها؟ معك حق تستحي، هذا سؤال بيسأل بعد 30 سنة نضال. هاد برافو عليكم. ولك شو عم تشرب؟ مي. شو هالمي اللي فايحة ريحتها لعني؟ مية أناني يا بي. خلاصته يعني ما عاد في لاجئ برات بلده؟ لا لاجئ ولا نازح ولا مهجر. لك شو عم تخربط انت؟ وهاليهود المساكين شو عملتوا فيهم؟ صعبت لي الأسئلة كثير. والله ما حاطينهم بالمستودع، عم نتفرج عليهم محتارين شو بدنا نسوي فيهم يا بي. خيرون. أيوة. يلي بريد يضل عنا ملتزم أدبه أهلا وسهلا، يلي ما بده رجعه من محل ما إجا. والله أبي نحنا كان فكرنا نرميهم بالبحر، بس كرمالك هلا رح نصير نعاملهم بالحزنة. لأنه يا ابني العرب من شي من التسامح والعفو عند المقدرة وإغاثة الملهوف. والله بعد ما اطمنت بدي اطمن عليك وعلى أمك وإخواتك. اطمن يا أبي، الحمد لله أنا وأمي وإخواتي كلياتنا بخير ومنقبل أياديك الطاهرة يا بيه. بس فرحتي ما بتكتمل حتى أشوفكم. يا عم شلو بدك تشوفنا يا بيه؟ لك طيرت لنا السكرة. بتجوا لعندي على الجنة؟ نجي لعندك على الجنة؟ ايوه. ليش حدا بيترك جنته على الارض وبيجي لجنتكم؟ شو في عندكم انتو؟ سوائي عسل، انهار لبن، مروج خضرة، ارواح طاهرة. من العسل عنا 100 نوع، نحن من الجبنة عنا 200 نوع. عندكم لفاش كيري؟ لا ما عندكم. شفت؟ عندكم موز صومالي؟ لا. عندكم تلفزيون ملون؟ لا. شو بدي اعدل لك لعدل لك لك؟ خلاصته يعني مو ناقصكم شيء. ابدا مو ناقصنا شيء ابدا. الله وكيلك يا ابي، مو ناقصنا الا شويه كرامه بس.